الله وبركاته. أعزائي مشاهدي برنامج حفوز على قناة ياس، ما زال حفوز الصيف مستمر في رحلته. محطتنا الثانية بتكون في المؤتمر العالمي للخيول العربية تحت مظلة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وفي مدينة البهجة مراكش. راح ناخذكم خلال هذه الأيام في جلسات المؤتمر بالتفصيل منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير. لن نكتفي بذلك، بل سنأخذكم في رحلات إلى المغرب على قدر المستطاع، فكونوا معنا. مدينة البهجة كما يحلو لساكنيها تسميتها، مدينة تجمع ما بين أصالة الماضي وعراقة الحاضر، فهي بحق وجهة الباحثين عن الارتماء بأحضان الماضي وبكل تفاصيله، لتأخذك بعيدا في عوالمها التاريخية ومأثرها الخالدة، وهي أيضا ملاذ الباحثين عن روعة الحاضر لطبيعتها الخلابة الآسرة لقلوب زائريها، ونخيلها المتربع على مشارف أوروبا ناقش اللوحة من العراقة تكتنف جنبات المدينة العتيقة التي تأسست على يد يوسف بن تاشفين زعيم دولة المرابطين عام 1062 في الجهة الجنوبية الوسطى من المغرب، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 230 كيلومتر مربع، وتصنف على إنها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم لاحتوائها على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية التي تزخر بها هذه المدينة العظيمة. نلتقيكم اليوم من المؤتمر الصحفي للمؤتمر العالمي الثامن للخيول العربية الأصيلة، فكونوا معنا. المؤتمر العالمي لسباق الخيول العربية في نسخته الثامنة يحط رحاله في المملكة المغربية وتحديداً في مراكش، مدينة العراقة والماضي الجميل، لتزداد بهجة مع المشاركة الواسعة والقياسية هذا العام التي تجاوزت 500 ضيف من مختلف أنحاء العالم، يجمعهم شغف واحد وتوحدهم غاية واحدة، ألا وهي حب الخيل العربي والارتقاء به والحفاظ عليه ومحاولة ترويجه عالمياً. فقد انطلقت فعاليات المؤتمر بإقامة مؤتمر صحفي لمختلف وسائل الإعلام التي تقاطرت من دولاً عدة لمواكبة الحدث وتغطيته، في إشارة واضحة على المكانة العالمية التي وصلها المهرجان في نجاحاته المستمرة منذ انطلاقته. ويأتي هذا المؤتمر
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، حيث أقيم المؤتمر بفندق آدم باركس بحضور لافت ومميز من أعضاء السفارة الإماراتية في المغرب، وجمعا من ممثلي مختلف الهيئات الوطنية الشريكة والداعمة لمهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة. وقد كانت أول المتحدثين لارا صوايا المديرة التنفيذية للمهرجان، موجهة شكرها في البداية للدعم الأول للمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد والشيخة فاطمة على دعمها الغير محدود وأعضاء السفارة الإماراتية في المغرب الذين قدموا كل التسهيلات لإنجاح المؤتمر. Thanks to every single person who made this event happen. To His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, who has given us all his trust and support in order to have this festival for its 8th edition, going from one country to another and reaching Morocco, Marrakech, which is a very beautiful city, state, and many histories gonna be written in this beautiful country. Marrakech will be hosting the most beautiful race on the 7th. It's for the first time ever race in Marrakech. وهذا وقد تحدث محمد اليماحي القنصل الإماراتي في المغرب الذي أشاد بمستوى التعاون والعلاقات الأخوية التي تربط الدولتين المغرب والإمارات، ومثمناً الدور الكبير لمهرجان الشيخ منصور والقائمين عليه على جهودهم الجبارة في دعم الخيل العربي وسبل تطويره ونشره على مستوى العالم. تنظيم هذا الندوة التي تقام تحت مظلة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة يعكس الأهمية التي يوليها المهرجان لتطوير التعاون مع المملكة المغربية في سباقات الخيول العربية الأصيلة، ونتمنى أن يكون هذا الحدث بداية جديدة للارتقاء بالتعاون المشترك في هذا المجال الرياضي. ومهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة أصبح حدثاً عالمياً فريد من نوعه بفضل رؤية سموه وتوجيهاته وبفضل النجاحات التي حققها هذا المهرجان في الدول التي استضافته. وقد كانت لمسلم العامري مدير اسطبلات الشيخ منصور بن زايد كلمة وجه فيها شكره العميق وامتنانه للشيخ منصور والشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمهم الوصول لسباقات الخيل وجهودهم العظيمة في دعم الجواد العربي والمحافظة عليه. أشكر سمو الشيخ منصور بن زايد والشيخة فاطمة مبارك على دعم المؤتمر العربي للخيل العربية في مراكش. قصة نجاح الإمارات في دعم الخيل العربي كانت أهم المحاور التي تحدث بها سامي بالعينين رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، والذي أعرب عن سعادته بوجود أجيال شابة مشاركة من دولة الإمارات في المؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، الأمر الذي يؤكد سلامة الطريق الذي يسير به المهرجان وتحقيق أهدافه في الحفاظ على الخيل العربي. They are joining this conference because it's really, there is huge part of this conference is education part for the future. Arabian Horses has been really pushed up and supported by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan and United Arab Emirates big time, and we value that support internationally and in behalf of the International Federation of Arab Horse Racing Authorities. We'd like to thank His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan and also Her Highness Sheikha Fatma bint Mubarak for all her support. And I don't want to forget the angel behind it is Lara Sawaya. Really, she did a fantastic job from day one for this conference till this time. And I'm really, really happy and proud
to see His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan Global Conference is coming to that stage. And thank you for the young generations to be here. I'm sure it's going to be a lot of educations for you guys. أما يعقوب السعدي رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية وقناة ياس عبر عن سعادته لتواجده في المؤتمر العالمي للخيول العربية هو الآخر وبنسخته الثامنة في المغرب، مشيدا بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تربط الإمارات بالمملكة المغربية. وتطرق السعدي أيضا إلى الفكرة الرائدة والرسالة السامية للمهرجان إلى العالم أجمع، رسالة المحبة والتي تتجلى بشعار المهرجان عالم واحد ست قارات أبو ظبي العاصمة. أن أسجل فخري واعتزازي بكل ما يقدمه مهرجان الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة عبر حمله للواء الخيول العربية الأصيلة والسير به في كل أنحاء العالم، مقدمين للعالم واحدة من أروع صور الحضارة والتلاقي والإبداع عبر الرياضة، ولكنها ليس أي رياضة، وإنما رياضة الآباء والأجداد، رياضة النبلاء والعظماء، رياضة الفطرة الإنسانية. وهل هناك ما هو أبدع وأروع من الخيول العربية التي حملت ذات يوم مشعل الحضارة من الشرق إلى المغرب ومنها إلى العالم كله من خلال هذه الأرض الطيبة بأهلها وشعبها وأصلها وعراقتها وحضارتها؟ الدكتور غانم الرئيسي مدير الأرشيف الوطني كانت له كلمة تحدث فيها عن أهمية هذا المؤتمر كونه فرصة لتبادل الأفكار والاستفادة منها، ولم يغفل عن توجيه شكره للشيخ منصور وأم الإمارات وإدارة مهرجان الشيخ منصور على إتاحتهم الفرصة للمشاركة بهذا الحدث الكبير وتبادل الخبرات والمعارف مع أصحاب الاختصاص والرواد بهذا المجال. We have a long history with Morocco. It started with our founding father, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. This history was inaugurated over 50 years and it continues to be the case today. طبعا اليوم نحن نتواجد في المؤتمر الدولي للخيول السباق العربية من ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. التطور اللي شهده هذا المهرجان من خلال المؤتمر في دورته الثامنة تطور كبير، ليس فقط من ناحية الحضور وإنما من ناحية المحتوى وتطور والخروج من النطاق المعتاد. طبعا احنا اليوم نتواجد في دولة في مملكة المغرب تربطنا معاهم علاقة قوية شعبية قبل ما تكون حكومية، فنحن سعيدين بتواجدنا هنا وسعيدين بالمادة اللي احنا ياسين نستفيد منها من خلال هذا المؤتمر. والشكر موصول للارا سوايا مدير عام المهرجان لتنظيم مثل هالفعالية الكبيرة اللي لن يسبق لها مثيل في الشرق الأوسط وتاخذها في خارج الشرق الى خارج الشرق الأوسط على المستوى الدولي. طبعا احنا كنا في ايطاليا وكنا في فرنسا واليوم نحن في مراكش وما ندري لارا وين بتودينا باكر، لكن نطلع للسباق بتاريخ 7 وكل التوفيق للفرسان المشاركين. كيف تشوف أهمية مشاركتك اليوم في هذا المؤتمر؟ طبعا نحن بتوجه الحكومة بدعم الشباب، نحن اليوم متواجدين هنا من فئة الشباب للاستفادة من خبرات الجماعة الموجودين من ناحية الحكام، البانل اللي موجود بانل قوي جدا هالمرة في تطور دائم، فالخبرات هاي اللي موجودة تفيدنا نحن لأن ممكن باكر نساهم في مثل هاي الفعاليات ونكون جزء لا يتجزأ من المهرجان ومن هالمؤتمرات الدولية. وفي نهاية المؤتمر أعلن عن أسماء الفرسان والفارسات وأسماء الخيول المشاركة في السباقات الختامية من خلال القرعة والتي تناوب على سحبها ضيوف الشرف للمؤتمر في دورته الثامنة. Esther Ruth Weismayer, Germany. Esther Ruth Weismayer, Germany. He'll be shouting for that. And which horse?
Well, Esther will be riding representing Germany. Fekale is the horse. Fekale is the horse. So there you are. That's the setting. Sunday. Lara, it's going to be an incredible day. Yes, it will be incredible Sunday. And we hope National Archive will archive this big day. Because it's for the first time with the directives of His Highness Sheikh Mansour bin Zayed, Marrakesh Hippodrome will feature four races of Sheikh Mansour Festival. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Cup, Mama Fatma's races, the World Championships of Apprentice, and of course the World Championship of Ladies, and the Wathwa Stud Farm. So four races will be featuring on the UAE Abu Dhabi Day, thanks to Sorek and to Morocco and Marrakesh. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you very much indeed. أيام المؤتمر 3 sessions reading session training and racing session jockeys weight and nutrition معلومات وأفكار يتبادلها أصحاب الخبرة سنسلط عليها الضوء خلال الفقرة القادمة. انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي للخيول العربية الأصيلة بنسخته الثامنة بانعقاد الجلسة الصباحية الأولى بفندق فور سيزنز تحت عنوان التوليد والإنتاج، والتي شهدت حضوراً مكثفاً من المربين والملاك والمهتمين بشؤون الخيل العربي وسباقاته، حيث رحب مدير الجلسة بالضيوف المشاركين وضيوف الشرف الذين قدموا كلمات افتتاحية أشادوا فيها بالدور الريادي لمهرجان الشيخ منصور وقدرته على استقطاب محبي الخيل العربي في مكان واحد، متمنين أن يكون هذا المؤتمر رافعة جديدة تساهم في تطوير خيولنا العربية الأصيلة. وشارك في الجلسة الافتتاحية عددا من الخبراء ممن لهم باع طويل في ميدان العناية والاهتمام بالخيل العربي، وعلى رأسهم عصام عبد الله وخالد النابودة من دولة الإمارات، وجان بير من فرنسا، وعز الدين سدراتي من المغرب، وحسن مصللي من سوريا، وميشيل مورغان من أمريكا، وأحمد ريان من الجزائر، والذي استهل الجلسة السيد خالد النابودة في أتم الاستعداد لإخواني لأي مساعدة لأي نصيحة أعلمهم اللي تعلمته ويبتدون وين أنا انتهيت، ما يبتدون قبل 10 سنوات أو 20 سنة ويتعلمون من الأخطاء، لا، هذه بتكلفهم وقت وبتكلفهم مبلغ. على هالأساس أهلا وسهلا فيهم، وكان من الإمارات أو إخواني اللي في الخليج أو بأي مكان، أن أعطي بعض الصعوبات اللي صادفتني أنا خاصة في دولة الإمارات. مثل كل حد يعرف دولة الإمارات كلها تحديات، خاصة في التوليد للخيل العربية. أما النابودة فقد طالب بزيادة أعداد السباقات حتى تحظى جميع الخيول بفرصة المشاركة، وبالتالي دعم المولدين الصغار لضمان استمراريتهم. تحدث النابودة أيضا عن وجوب مشاركة المربين والمدربين في عالم السباقات السريعة. أما ميشيل مورغان من الولايات المتحدة فقد كانت لها مشاركة هامة بالجلسة،
والتي أوضحت عن تواجدها بمهرجان الشيخ منصور منذ انطلاقته وعايشت التطور الذي يرافقه سنة بعد سنة، وإن عملية إنتاج جياد بطلة يحتاج إلى عمل مضني، وإنه ليس بالضرورة إن الفرس بطلة تنجب أبطالا. I represent the Arabian Racing Cup. It is the organization that promotes racing and breeding in the U.S. I've been fortunate to attend the very first conference and everyone after that. And from the first year that we started, I've seen it improve and grow. One of the best things is that I have met people from all over the world that have the same passion and love that I do for the Arabian horse. And many thanks to Sheikh Mansour and Sheikh Fatima for making these conferences possible for us to go to and make the word known that the Arabian does race. عز الدين سدراتي من أشهر ملاك الخيل العربي في العالم، الذي تحدث عن نجاح التجربة المغربية بتوليد الخيول العربية مستفيدا من المناخ المناسب الذي يساهم بالحصول على نوعية جيدة لوجود المراعي الخضراء التي تساعد على الترويض. أنا في نظريتي البريدينج فيه هضرة كبيرة ساينتيفيك بيولوجيك جينيتيك، البريدينج فيه كبيرة إلا بغيتي تجمعهم كلهم، ما يمكن في واحد الاجتماع تهضر على البريدينج بكل. بالحق هاد الاجتماعات كيحلوا طريقة باش الدول يفهموا بأنه البريدينج ديال الخيول العربية خصها تصوب في الدول كلها في نفس الوقت باش ما يكونش الانبريدينج، باش يكون ستاليون في المغرب، ستاليون في أوروبا، ستاليون في أمريكا. وهذه الفرصة ديال الاجتماعات غادي إن شاء الله نحلوها حتى ماشي غير الإنسان. أما حسن موصللي الذي لقى تفاعل كبير من جميع الحاضرين، حيث تحدث بعاطفة شديدة اتجاه حبه لخيله والخيل بشكل عام، وعن أهم عوامل الإنتاج السليمة الذي تؤكد أن انتقاء الفحل يأتي في مقدمتها، وأمله بأن تتطور عملية الإنتاج لتصبح عالمية لا مقتصرة على دولا دون غيرها. من العوامل الأساسية لتحسين الخيل هو برنامج التربية والتغذية، حسن انتقاء الفحل. بس هذا الشيء كله ما بيكون ماله نتيجة إذا ما كان في برنامج سباق جيد اللي هو بيسمح للخيول يصير فيها انتخاب بشكل طبيعي، مو طبيعي بس انتخاب جيد، يعني تتميز فيها الخيول حتى نحافظ على البطل واللي هو أقل بطولة يمشي. صحيح. فالبرنامج كل ما توسع كل ما صار فيه منافسة أكثر. السيد حسن مصللي سوري لكن فرنسي المنشأ، حديثه عن انقطاعه عن العالم وخروجه فقط لمشاهدة تدريب الخيول والأكل أحياناً بالمطعم، وهذه فرصة حقيقية بالنسبة له بأن يتواجد بهذا المؤتمر العالمي. أهم نصيحة قدمها هذا المربي والذي يتكلم من القلب، إما أن تعمل عملك بجدية وإما أن لا تفعله. وفي نهاية الجلسة دار حوار شيق بين الحضور والمشاركين، ابتداؤه للدكتور ستيفانو من إيطاليا عن الفحل عامر وما الذي أضافوه ملاك عامر للسباقات، وحسن موصللي الذي فاجأ الجميع بجوابه بأن أنسال عامر لم يستطيع الوصول إلى قمة عامر، وتوالت الأسئلة ما بين نقل الأجنة وقوانينها المنظمة ودورة الإنتاج وتواريخها، أجاب عليها المشاركين بكل شفافية وموضوعية.
في الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان السباق والتدريب، والتي أدار الحوار فيها المذيع البريطاني غاري كابويل، وتحدث فيها كل من هلال العلوي من الإمارات وسيمون هوبسون من الولايات المتحدة ومحمد الهاشمي من سلطنة عمان والدكتور ستيفاني دانيري من إيطاليا وفرانسيس موتبان وتوماس فورسي من فرنسا وسفيان العلمي وسورس من المغرب. فقد تحدث المشاركون عن السلالات الهجينة والفرق بينها والسلالات الأصيلة ومعايير تلك النتائج التي تحققها في السباقات، والتي ترجح كفة الأصيلة وتفوقها على الهجينة. وقد أشرك الضيوف الحضور بالتجارب الخاصة والمميزة لبلدانهم في تربية الخيول العربية الأصيلة وشرح الخطط والاستراتيجيات التي ينفذونها. ولتنوع الاختصاص ضمن المشاركين بالندوة، كان للجانب الطبي حصة كبيرة من النصائح والإرشادات والتي تسهم في تطوير الجياد من طرق التدريب والترويض السليم والمحافظة على اللياقة البدنية للخيول، خصوصاً إن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى عناية خاصة لطبيعتها الجغرافية المختلفة. وقد كانت هنالك آراء تدفع بضرورة اعتماد العلاجات الطبيعية للجياد بديلاً عن الكيميائية لما لها أثر أكبر في تحقيق نتائج أفضل وفي ميادين السباقات بالتحديد. وفي نهاية الجلسة دار حواراً هاماً وشيقاً أعطى للجلسة قوة وأهمية للجرأة الطرح ووضوح مدى الثقافة والتي يتمتع بها الحضور في عالم الخيول وتفصيلاته المتشعبة. شو المطلوب من المربي قبل ما يرسل الحصان أو فرس لك بعمر 3 سنوات؟ شو المطلوب منه؟ هل مجرد بس يأدب هذا الحصان ويرسل لك، أو تحتاج شيء كمدة أطول، أو تحتاج شيء منه أو من المربين أن قبل ما يرسلون لك؟ لأن هذا على ما أظن مهم بتقليل إصابة الخيل. إحنا عندنا الموسم جدا قليل، وإذا واحد يرسل لك الحصان أو الفرس قبل شهرين بالموسم أظن ما بتكون في مصلحة المالك ولا مصلحة الحصان. شو رأيك في هذا الموضوع وشو تنصح المولدين؟ شكرا. بتكلم عن نفسي، إذا أنا بيجيني حصان مثلا في فترة الصيف التجهيز للموسم، فغالبا أخ خالد عشان أكون صريح بنسبة 99% أقارن المالك، مين هو المالك. فإذا كان المالك شخص مقتدر فأنا متأكد يعني بنسبة 99.9% أن الحصان هذا اللي راح يوصلني كامل، والكامل الله، ومؤسس صحيح وبنيته صحيحة وتركيبته ممتازة ونسله ممتاز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مثلا المنتج أو المالك المتواضع، المشاكل اللي كانت تواجهنا دائما كمدربين أنه لما يجيك الحصان، لما استلم الحصان أنا مثلا عمر 3 سنوات، ما أعرف أنا الحصان هذا لما أشوفه هل أنا أعالجه ولا أغذيه ولا أدربه ولا شو أسوي فيه بالضبط. فهذه مشاكل تواجه بعض المدربين، بعض الملاك لما يرسلون خيلهم للمدربين، أنا أطلب منه ينعطى الحصان فترة الصيف فترة راحة وتغذية صحيحة وبيئة صحيحة من ناحية مثلا التكييف، من ناحية العناية، من ناحية هذه الأمور، بحيث أن الحصان لما يوصل للمدرب يكون على أقل ما فيها أن الحصان جاهز للتمرين، وليس أن أنا أخذ عليه شهرين تغذية وعلاجات لحد ما أقدر أني أنا أدربه. فهذا المطلوب فقط، لا, لا, لا غير. خالد، I wanted to say about the training that there is a problem we have not spoken about. That's the training centers and the private trainers. In our countries, usually the biggest studs have their own trainers. And to develop the owners, private owners, to develop the small breeders, it is quite necessary to have private training centers with private trainers. It is very important because we see in our country that many people who can be owner of race horses cannot do it because there is not enough private centers to do it. And it's a very important point
to develop our racing in our countries. رأيك إيه في موضوع الخيول الميدن الثلاث سنوات المسافة الألف والألف ومئتين تصلح لها ولما تكون طويلة تكون أفضل؟ ليه؟ المهر ما يكون صغير ثلاث سنين وتضغطه في الألف متر بيحصل له مشاكل. نتمنى التوضيح. أعتقد أن المسافات القصيرة للخيول العربية الصغيرة ما تخدمها أبدا أنها تطور أدائها في المستقبل، بالعكس أنا أعتقد أنها راح تسبب لها مشاكل. أستاذ محمد تسبب لها مشاكل بسبب أن الضغط سبرنتر حصان ما يعني حصان جدا صغير. أنا أساسا في تصوري مفروض الحصان العربي ما يشارك على عمر الثلاث سنوات، فما بالك إذا هو يشارك ومش مكتمل وينضغط في هذه المسافة القصيرة. أعتقد أنه ما راح تخدمه أبدا في المستقبل أنه يطور من نفسه أكثر. بالعكس أشوف أن المسافات الخيول الصغيرة مفروض تكون مسافات وسط، وفي نهاية الموسم ممكن السباقات الكلاسيكية أو شيء تأخذها لمسافة شوي أطول أساس هذا الحصان يقدر يتطور ويروح لمستويات أفضل في مثلا في الموسم اللي بعده. How does the trainer interact when there is a substance like cobalt or vitamin important or a substance that comes in most of the medications of the veterinary? How do you interact if you use this drugs for many years and suddenly they told you they have stopped this medication or they have prevented? How do you do? What do you do with this information or with this rules or regulations? هذه المختبرات فحص الخيول هي من صنع البشر، والبشر هذول عارفين هذه الأجهزة تمسك أي مادة وشو المادة اللي ما تطلع معهم في الفحص. فأنا أقول لك صدقاً في السوق السوداء هناك بعض الأشخاص اللي هم ما بقول لك ممكن هم اللي مصنعين لهذه الأجهزة، ولكن عندهم اطلاع عن هذه الأجهزة، هم اللي يبيعون الدراجز هذه للمدربين وعندهم جارانتي ان هذه المواد ما تطلع في هذه الاجهزه، لانه هو عارف هذا الجهاز شو يطلع من المواد شو اللي ما يطلعه، فربحه من ما وراء ذلك يعني يصنع بعض الاجهزه اللي عارف مختبرات هذه ما تطلع فيها للربح المادي يعني لا اكثر. What I will add in what he said, that maybe we need a little bit longer distance, because most of the classic races we have in UAE where we aiming to win a Kahela, we need sort of those distance plus what we have. As we are breeder, it's not easy for us, for somebody just sitting in a chair, to say tomorrow I will change the distance. It doesn't work like this because it's a long process. We are talking about 4 years. Today I am buying a mares with short distance, or maybe using a stallion that has short distance or producing short distance, and I don't want to see myself in the middle that they change the distance. Okay, so this is very important for any breeder, because the breeder is the factory who produce those horses in different sector. So I just will add more in Mr. Muhammad Ramadan that we need plus more distance for those classic races. مثل ما شفتي انت الحضور اليوم يتجاوز 600 شخص الحاضرين في القاعه، من غير المشاهدين، من غير الاشخاص اللي يحاولون يدخلون برا مش محصلين فرصه. انا اليوم سواء كنت متحدث ولا كنت مستمع، انا استفيد من هذا المؤتمر. مثل ما شفتي هذه السنه الثامنه، والمؤتمر يضيف كل سنه يضيف اشياء جديدة.
جديدة للملاك، يضيف أشياء جديدة. ضواحي مدريد في هذا العام ستكون نقطة البداية في سباقات القدرة لمهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، حيث الإثارة والمتعة والتنافس بين الفرسان للظفر والفوز. مهرجان الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية، سباقات القدرة مدريد 2017 على قناة ياس. ثاني جولات التاج الثلاثي، حيث يأتي أبطال كنتاكي لإثبات قوتهم وقدراتهم اللامحدودة. مضمار بيمليكو الأمريكي سيكون على موعد مع النسخة 142 من البريكنس ستاكس، حيث يتوشح البطل بالزهور الصفراء. سباق بريكنس ستاكس على قناة ياس. منافسات جمال الخيول العربية الأصيلة. الدريسات. التقاط الأوتار. منافسات جمال الخيول العربية الأصيلة والدريساج والتقاط الأوتار على قناة ياس. شغف وحنين للماضي، قوة وتناغم بين الصقر والصقاء. المنافسة بكل تفاصيلها والفوز بكل لحظاته. منافسات الصيد بالصقور على قناة ياس. المؤتمر العالمي للخيول بإنعقاد جلساته لنصل إلى جلسته الثالثة، والتي حملت عنوان مراقبة الوزن والتغذية وكيفية الحصول على صحة جيدة دون أي تأثيرات ممكن أن يتعرض لها الفارس أو الفارسة. وأدارت الجلسة لورا كينغ من بريطانيا، وشارك فيها كل من ريتشارد مون من بريطانيا وزفير زياني من فرنسا، وهما سفراء لمهرجان الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة، وماهي أرميدا من بريطانيا، وأكينا أمورس من أسبانيا، وكاي شيرمان من ألمانيا، والدكتور جمال الحوت من كندا، والدكتور فيليب بيرشارت من بريطانيا، وبير ماري من فرنسا. والتي ابتدأت الجلسة بسؤال محوري حول النصائح التي يمكن أن توجه إلى الفرسان وطرق حفاظهم على الأوزان المثالية. وقد اجتمعت الآراء بأن اتباع الحمية الصحيحة والتي تناسب كل فارس، وليس بالضرورة ملائمتها للجميع، بأن تكون تحت إشراف طبي حتى يصل إلى النتيجة المطلوبة، وشرب الماء بكثرة، والابتعاد عن السكريات والأغذية التي تحوي نسبة دهون عالية، والالتزام بالتمارين الرياضية، والاهتمام باللياقة البدنية بشكل عام. New technology came on, came up, and new things like what these two gentle ladies are doing, the Elixir Clinic. It's a new technology who's helping us. It's like this, we can have more power when we have to lose weight, because they can inject us vitamins and things like that. But I think jockey will always face a weight problem, because population change,
all the young jockeys who's coming now, they are taller and taller. Mm. So how you want them to be 50 kilo when they are very tall? So it's part of our life. Weight problem, it's part of our life. ووجه الضيوف نصائحهم إلى جميع الفرسان بضرورة تسلحهم بالتثقيف الصحي ومتابعة الأطباء المتخصصين، خصوصا إذا ما عرفنا بأن هنالك عيادات طبية ترافق الفرسان في معظم الفعاليات التي يشاركون فيها. وقد تطرق الضيوف إلى موضوع المكملات الغذائية، منهم من رأى ضرورتها لاحتوائها على الفيتامينات والكالسيوم وبنسب مناسبة لكل جسم، وهنالك من خالفهم ووجب الاعتماد على نظام غذائي سليم دون اللجوء إلى حقن الفرسان بها. معظم الدراسات الحديثة تؤكد بأن نسبة عالية من الفرسان والذين يخضعون لهذه العملية يعانون من تأثيرات وتوترات نفسية، ونسبة منهم يصل إلى حد الرغبة بالانتحار، الأمر الذي يستدعي تثقيف الفرسان بأن هنالك محددات للأوزان وبأن العملية شاقة وتحتاج إلى مجهود كبير إن أرادوا الفوز بالسباقات، والعمل على تعزيز الجانب التربوي لديهم من هذه الناحية. Our bodies have developed over 10,000 years. For 10,000 years, our bodies have been developing to live on the food that we presented to it. In the last 100 years, I'm sure Dr. Jamil said, we are presenting our bodies with foods that we have not genetically been made to accept. And anything that can help us eliminate those foods that are acting as toxins to us, I fully support. However, I still have to stand by the work that we've done at John Moores, which is devising a regime, looking at your carbohydrates, your protein, and your micronutrients, which the ladies will talk about now, I'm sure. I know that with the correct advice for the individual jockey, we can get these jockeys from 12% down to 8%, and they will be eating 5 and 6 times a day. وحول موضوع الفارسات وضرورة إخضاعهن لبرنامج خاص يختلف عن الفرسان في عملية إنقاص الوزن، اتفق الضيوف على أن النساء ذات طبيعة مختلفة نوعا ما عن الرجل باعتبارها أضعف بعض الشيء رغم ممارستهن لنفس الرياضة وتعرضهن لنفس الضغوط والتحديات، فالرجل يستطيع إنقاص وزنه أسرع من المرأة، الأمر الذي وجد مناصرة من الحضور النسائي وعلى رأسهم لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان الشيخ منصور بن زايد. مدريد في هذا العام ستكون نقطة البداية في سباقات القدرة لمهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، حيث الإثارة والمتعة والتنافس بين الفرسان للظفر والفوز. مهرجان الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية، سباقات القدرة مدريد 2017 على قناة ياس. ثاني جولات التاج الثلاثي، حيث يأتي أبطال كنتاكي لإثبات قوتهم وقدراتهم اللامحدودة. مضمار بيمليكو الأمريكي سيكون على موعد مع النسخة 142 من البريكنس ستاكس، حيث يتوشح البطل بالزهور الصفراء. سباق بريكنس ستاكس على قناة ياس.
27 من مايو مواجهة مثيرة مباشرة من استاد فيسنتي كالديرون نهائي كأس ملك إسبانيا. برشلونة يواجه ديبورتيفو ألافيس في منافسة مثيرة للظفر باللقب. برشلونة يتطلع لحصد اللقب 29 والألافيس سيكون خصما عنيدا في النهائي الأول له. نهائي كأس ملك إسبانيا برشلونة ديبورتيفو ألافيس مباشرة في الأوقات التالية على أبوظبي الرياضية. ثلاث جلسات تناقش أهم القضايا والموضوعات التي تخص الخيل العربي الأصيل، ما بين الإعلام والقوانين والقواعد التي تخص الخيل العربي، ومن ثم دور المرأة في هذه السباقات. فكونوا معنا. أجندة المؤتمر لا زالت مزدحمة بالمواضيع والقضايا الهامة التي تسعى فيها إدارة المهرجان إلى وضعها في طاولة البحث وتسليط الضوء عليها، بما لها من أهمية بالغة في محاولة تطوير سباقات الخيل الخاصة بالجواد العربي. يأتي اليوم الثاني للمؤتمر في جلسته الأولى حاملا معه واحدا من أهم المواضيع إثارة للجدل، ليس فقط في عالم الخيل وإنما في مختلف مجالات حياتنا اليومية وبكل تفاصيلها. الجلسة التي حملت عنوان الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تحت إدارة ديرك ثومسون ومشاركة قناة ياس من دولة الإمارات العربية المتحدة وعصام السيد من السودان والأسترالية فيكتوريا شو والتونسي منذر زويتن ومات غنبرغ من السويد وجيان تورف من فرنسا وفيرجينيا بور أيضا من فرنسا. How important is social media in your business and what does it do for you? Well, the thing is, we've got to realize that the landscape and the media landscape has changed, I mean, over the last few years completely. And things goes very, very quickly. Before, I mean, people were watching, I mean, movies, I mean, on the screen, on TV screen. Now they watch, I mean, the replays on the computer. And then it goes, I mean, well, the website is there, and then the smartphones is getting up more and more in Africa countries and everywhere in the world. So the social media, the thing is, it has some effects and aspects as well. Because, I mean, information, what Monda said just before, information, I mean, you're right, on the social media, whether Twitter or Facebook, it goes, I mean, straight, I mean, to, it's spread, I mean, to the worldwide. And you've got to control, I mean, the information. So it's a bit like the internet. The internet at the beginning, you can find everything you want. وتطرق المشاركين إلى التسهيلات والإمكانيات التي وفرتها شبكة الإنترنت في قطاع الإعلام والاتصال، والتي استطاعت تغيير معادلة الإعلام التقليدي وظهور شبكات التواصل الاجتماعي. نقلت الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصة التأثير والانتقال عبر الحدود دون قيود، وهو يعتبر أيضا منصة مهمة لتغيير المجتمعات وبقدرة تأثيرية وتفاعلية لم يكن أحد يتوقعها، لما يمتاز به من خصائص السرعة والعفوية والمباشرة التي تحاكي مفردات عصرنا الحديث.
سعيدة كل السعادة أني أنا موجودة في مهرجان الشيخ منصور، وأحاول قدر الإمكان أني أكون قدوة مشرفة لغيري من الفتيات الإماراتيات أو المرأة الإماراتية بشكل عام أن تمارس الرياضة بعد هذا الدعم الكبير اللي تحظى فيه من حكومتنا ومن أم الإمارات والعالم كله، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول والأخير للمرأة الإماراتية. فسعيدة أني أنا قاعدة أقدم شيء للرياضة، وأنا أتمنى حتى أنتوا تقولوا لي أنا شو ممكن أسوي أكثر لخدمة هذا المهرجان ولخدمة رياضة الخيل والفروسية والمرأة الإماراتية ورياضة المرأة الإماراتية، ورح يكون في قمة السعادة والفخر أني أكون عنصر فعال في 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 تكبير هذه الرياضة، وأن تكون دائما المرأة الإماراتية فخر في كل مكان تروحها. Actually, whether some people like it or not, social media is life right now. So we need, what I face as a problem is like in the media with horses and media, the followers are much less than any other field. Not so many people are interested about horses. So we need to attract the people who are not in that field by cutting the episodes and cutting it to only 1 minute, for example, making interesting clips for people to start liking this field. You know what I mean? In the same time, if you are asking me if it's important or not, of course it's important. Not everyone can watch the TV. Everyone can watch their phones, but not the TV. وفي تأكيد من المشاركين والحضور على الأهمية الكبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، تم الطلب من الجميع مشاركة أصدقائهم ومتابعينهم في العالم الافتراضي، جلسة الحوار، الأمر الذي لاقى الاستحسان والتفاعل من الجميع. ولم يغفل المشاركين على الدور المحوري لوسائل الإعلام التقليدية ودورها في نشر ثقافة الوعي اتجاه الخيول من خلال ما تبثه وتقدمه وما ساهمت فيه بتطوير سباقات الخيل وقدرتها على تشكيل قاعدة جماهيرية كانت تجهل الشيء الكثير عن هذا العالم، وبطريقة توصيف جميلة ومحببة، إضافة إلى استديوهات التحليل والتعليق المميز التي لا زالت مكان بحث للعديد من المهتمين. Hashtag HHS HMGARS. Just repeat that slowly so everybody's got it. You know it, most of them. HHSHGMARS. All right, and when you get this Hello? Around the world, send it back. So hashtag Sheikh Mansour Festival, just write it all over. That is great, well done, good stuff. And you were a few minutes late, by the way. Anyway. Merci. Merci à tous. Wow. Yesterday, we had a session about media communication and social media. How did you find that, Tomo? Fascinating, absolutely fascinating. If this had taken place 2 years ago, we'd have been talking about television, all about television, how we can improve the coverage, etc., etc. Yesterday was all about what we do on these things, social media. There was a girl in there who's got 8 million followers. I thought I was doing well with 35,000 Tomo Racing on Twitter. The beauty of this is that it's instant. You can say, listen, we're live on Yas TV, Abu Dhabi Sports, at Abu Dhabi Racecourse in 20 minutes. Tune in. Just imagine if that went to 8 million people, the people who would then switch on the TV. And I love the point that you made about when you make TV programs, it's not just about interviewing the superstars, who are very well worth interviewing, but they're interviewed a lot. It's the people behind the scenes. True. And you were talking about the stable stand. Yes. They're the unsung heroes of the racing world. They work so hard for perhaps not as much money as you and I are lucky enough to earn. And they are the people who do all the work. And we've got to make things interesting. Things that perhaps, you know, people who just switch on say, oh, racing, what's that?
for them to stay tuned? There was something which I think people liked as much as you liked it, which was the thing that we made. We brought up the phone out to capture the moment, to put it on Facebook and Instagram and all. How powerful do you think that moment was yesterday's session? Oh, it's incredibly powerful. The guy who was sitting at the other end to you, the guy from Sweden, Matt, he is one of the biggest social media guys in the world. Wow. He looks after, I'm not advertising, Mercedes in Scandinavia. And thanks to him, their sales have increased by, I think, 18%. Now, that's not just purely down to him, but it's the way his company promotes things. And he gets people who perhaps think, oh, I can't afford a Mercedes, it's too expensive. But they do a plan which makes it accessible. True. And then I would love to ask you, since you brought up the guy from Sweden, I think he told me that he made a very special interview with Her Highness Princess Haya and Sheikh Mohammed bin Rashid. He wrote a story about him. People were chosen in that session upon what exactly? Uh-huh. It's an interesting. He runs a thing called Gallup Magazine. So wherever you travel in the world, say you're in a business class in Emirates in Dubai or Etihad in Abu Dhabi, wherever you are in the world, there in the business class lounge or the first class lounge is a copy of Gallup Magazine. And there on the front page was this superb photo of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum and Princess Haya, who is outstanding. Yes, you know, remember, she's an Olympic snow jump. She runs better than you and I could ever do. For sure. And she knows more, and she knows more about the horse world. And to have someone as powerful as her involved with Sheikh Mohammed and the Maktoum family, absolutely outstanding. And we were bringing up also at another part of the conference how important superstars are to racing. Frankie Dettori to racing. Lionel Messi. Ronaldo to football. The guy said, Messi. I only watch Real Madrid when Ronaldo's playing. These superstars are people that we should use perhaps a little bit more in the purebred Arabian racing. It's very interesting. The United Kingdom season starts this week at Chelmsford City Racecourse, and we have the highest number of entries for any opening meeting any time in the United Kingdom for purebred Arabian racing. So things are beginning to happen. 86 countries represented here. It's incredible. جهد جديد على التواصل والحوار وتقديم الفائدة وخلق مزيد من التفاعل والتشاركية مع الحضور والمهتمين بعالم الخيل والفروسية. انطلقت الجلسة الثانية عن ثاني أيام المؤتمر العالمي للخيول العربية الأصيلة وتحت عنوان القواعد والشروط واللوائح. وكانت إدارة الحوار هذه المرة من نصيب فيليب برينان من بريطانيا وبمشاركة جملة من أصحاب الشأن والاختصاص، ما بين الكندي نيل إبراهام وآن بيترسون من جنوب أفريقيا والبلجيكية نيلي فيلوت وأحمد المرزوقي من دولة الإمارات والأمريكية سوزان ماير والفرنسي بيفيس بلانتين وهاشم دباغ من المغرب. واحتوت الجلسة على العديد من المواضيع الهامة والتي أخذت نصيباً من النقاش حول القوانين المنظمة لسباقات الخيل ومحاولة الخروج بتوصيات ورؤى واضحة تساعد وتساهم بتطوير هذه الرياضة، مؤكدين بأن القوانين المنظمة عمرها أكثر من 100 عام ومستمرة بالتطور وتخضع لمراجعة منذ ذلك الحين. When you're looking at international rules with the Arabian racing industry, that we do rely heavily on the thoroughbred industry with our rules and regulations because it facilitates a lot of opportunities to get our horses on the thoroughbred cards. When the rule books are too far apart, you see that reluctance in various countries' jurisdictions to welcome you onto their big race days because you do it differently to what we do. وحول موضوع ضرورة وجود قواعد وقوانين محددة تحكم جميع الدول دون الأخذ بالاعتبار خصوصيتها، حيث أكد المشاركون بأن هنالك اتجاه لموائمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية، داعين الدول واتحاداتها أن تتحلى بالمرونة اللازمة لتحقيق هذا الأمر. موجودة عندنا قوانين طبعا وتشريعات في المحاكم، قمنا بإنشار إصدار العديد من المنشورات عندنا في محكمة أبوظبي، ولكن في محكمة كاس القوانين واضحة، ومحكمة كاس حتى التشريعات الدولية تلعب دور كبير. يعني تفضل أنك أنت أغلب الدول على حسب الوضع اللي أنت فيه، يعني أنت تختار مثلا بعض القوانين هاي تصلح في دول معينة وما تصلح في دول معينة.
وبخصوص موضوع الاختلافات في قوانين الأحصنة الهجينة والعربية فيما يختص بالسباقات، طالب جميعا العمل على إيجاد توازن بينها. ولم يغب موضوع الأدوية الممنوعة عن ساحة النقاش وضرورة إطلاع الجميع على قائمة الأدوية الممنوعة ولكل دولة، خصوصا إذا ما عرفنا بأن بعض الدول تسمح ببعض الأدوية التي تكون ممنوعة في دول أخرى. وتم الاستشهاد بالنموذج الأمريكي الذي يسمح باستخدام آيزكس والذي تجرمه العديد من الدول، ومنها مهرجان الشيخ منصور بن زايد وسباقاته المنتشرة في أرجاء المعمورة. لتحسم الأمر من جديد، لارا صوايا مديرة المهرجان: لا وجود لأي جياد من أي دولة تسمح وتشرع استخدام هذا الدواء. In some racing jurisdictions, the public perception of integrity is linked to the use of the whip. If you officiate in Asia, the integrity is the lack of the use of the whip, where in Europe there's more emphasis on the lessening the use of the whip. So throughout Asia, there is a public expectation that the jockeys will ride their horses out completely, and as such they have no restrictions on the use of the whip, although most rule books do enclose a thing for excessive use of the whip, but that is up to the discretion of the industry. ودار نقاش موسع مع الحضور حول العديد من القضايا والمواضيع، ومنها ضرورة استخدام الصوت في السباقات، وخصوصا إن الفرسان خاضعين للمراقبة من اللجان التحكيمية والمنظمين، وإن الفرسان يسعون إلى الفوز وليس معاقبة الخيول، الأمر الذي جوبها بالرفض من قبل المشاركين. والسباق. في ختام اليوم الثاني لجلسات المؤتمر العالمي للخيول العربية، عقدت ندوة تحت عنوان المرأة في السباقات، وأدارت الجلسة الأسترالية فيكتوريا شو، وتحدثت فيها الأنسة لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولجين عمران من السعودية، وإليزابيث برنارد من فرنسا، ومنى بنغولين من المغرب، وستيفاني كور من الولايات المتحدة، وريني كورش من فرنسا. وابتدأت الجلسة بالحديث عن المكانة التي وصلت إليها المرأة في السباقات وموازاتها بالرجل واستطاعتها تحقيق الألقاب، إضافة للعمل بمختلف الجوانب المختصة بالخيل من تربية وتدريب. وقد تطرقت المشاركات إلى مختلف الصعوبات والمعوقات التي تتعرض لها المرأة بهذا المجال، وإن العديد منهن تعرضن للرفض من الرجال باعتبارها مهنة شاقة وتحتاج إلى عمل مضني ولا تلائم طبيعتها الأنثوية، ولكن بالمقابل وجدنا التشجيع من البعض، الأمر الذي ساعدهم على تخطي العديد من الصعاب. وقد أجمع الجميع أن المرأة في الخليج وخصوصا في الإمارات تحظى بكل الدعم لاستكمال مشوار التطور ضمن استراتيجية تمكينها في مختلف المواقع القيادية، والتي بدورها أثبتت قدرتها وتفوقها وحقيتها بالمكانة التي وصلت إليها. الإعلامية السعودية لجين عمران تحدثت عن تأثير الإعلام الاجتماعي ودوره في تشجيع الفتيات بالدخول إلى هذا المجال وضرورة استثماره على أفضل وجه من كل القائمين على هذا المجال. ومن جهة أخرى تطرقت إلى الصورة النمطية الموجودة في الغرب بأن المرأة العربية مضطهدة وتعاني من التهميش، وإن هذه الصورة غير حقيقية بل العكس حاضرة وبقوة، والرياضة اللي هي جزء من تراثنا مثل الخيل. إذا نظرنا ورجعنا للتاريخ راح نلاقي كثير صحابيات وسيدات عبر التاريخ كانوا بيستخدموا الخيل ليست فقط كوسيلة للمواصلات، ولكن إذا نظرنا مثلا خولة بنت الأزور استخدمت الخيل ودخلت حرب فيه. يعني المرأة اليوم لما
تستخدم الخيل فقط كرياضة صعب ومشتهل وتحتاج تدريب، فما بالكم هي تدخل تحارب فيه، معناته كان عندها تدريبات، ولكن التاريخ يمكن ما صلت الضوء كثير على هذه الجزئية، أنه كانت بتتدرب وكان هذا الوضع جدا طبيعي، ولكن مع تطور العصر وتراجع استخدام الخيل كوسيلة مواصلات وأيضا للحرب وإلى التنقل بأشياء كثيرة، استخدمنا السيارات وبدأت تصير استخدام الخيل كرياضة محصورة على الرجال، ولكن اليوم نشوف تشجيع رائع جدا في مثل هذا المهرجان اللي قاعد يلف حول العالم، يعطي صورة مشرفة بالذات لما نشوف أنه القيادة من فوق جلسة تدعم رياضة الفروسية، فهذا يعطينا اعتزاز، يعطينا إحنا فخر. وقد دعت المشاركات الدول التي لا زالت تحظى فيها النساء بفرص قليلة بالدخول إلى عالم السباقات والخيل بكل فئاته تذليل المعوقات أمامهن. وقد كان للارا صوايا حديث طويل في هذا الجانب موضحة بالجهود العظيمة التي يقوم بها الشيخ منصور بهذا المجال، وقدمت مثالا حيا من الحضور لتعرض إحدى الفارسات المجريات لظلم من خلال سحب رخصتها في ركوب الخيل وإصرار وحزم سموه في إرجاعها إليها واستمرارها بامتطاء الجياد من جديد، ومؤكدة أن هذا التمييز يجب أن يذهب بغير عودة وأن تأخذ المرأة كافة حقوقها، وإن المهرجان استطاع تجميع المرأة من كل قارات العالم في رسالة دعم وتشجيع للفتيات الاقتراب أكثر وأكثر من هذا القطاع تنفيذا لرؤى وتعليمات الشيخ منصور والشيخة فاطمة بنت مبارك. This session is important for racing. Mama Fatma, Her Highness Sheikha Fatma bint Mubarak, has given every single one of us, men or women, to be part of this great festival, which is under its umbrella, is bringing all six continents. There's 86 countries from different nationalities and from different religions with a tolerance. And eventually last year, that time we were in the Vatican, we have presented to the Pope with a message from all of us. God is mercy. Mama Fatma has taught us how to be inclusively equal to men, has given every single woman an opportunity to ride in its world championship. ومن جهة أخرى تحدث عدد من المشاركات عن الخصائص المميزة للحصان العربي وامتلاكه الإحساس المرهف الذي يتناسب أكثر مع طبيعة المرأة، وهو من الأحصنة القوية والسريعة وذو جمال باهر يتفوق على الأنواع الأخرى، موجهين الشكر للشيخ منصور وإدارة المهرجان على محافظتهم على هذا الخيل الرائع.
الليلة المميزة عندنا لقاء ويا صاحب الضيافة وصاحب المكان السيد عز الدين سدراتي مع حرمه وزوجته السيدة ربيعة سدراتي. أكيد نرحب فيكم في برنامج حفوز. شكرا. شكرا لله، وحنا فرحانين اليوم اللي جيتوا من الإمارات تشرفونا في مدينة مراكش بهذا الفستيفال الرائع ديال الشيخ منصور. هنا عندكم بيت مغاربي، واحد ديوان جالس في مكان جلسو في البلد. وهذه الألوان، الألوان اللي عندكم بلو ماجوريل، حيت واحد أزرق عندنا في المدينة ديال مراكش كنصوبة، واحد البينتر واحد رسام كبير ماجوريل. مصوب باليد. باليد. باليد بماشي اندستريال، هاند ميد. الخيل العربي وسباقاته، ومن ثم جلسة حوارية ما بين إدارة المهرجان وعشاق الخيل العربي لمناقشة أهم القضايا والموضوعات والتي يهم المهرجان بتطويرها، فكونوا معنا. تواصلت جلسات الحوار والنقاش مع اليوم الثالث للمؤتمر بافتتاح أولى جلساته الصباحية بعنوان مستقبل السباقات العربية. أدار الحوار الإعلامي ديريك تومسون وبمشاركة مجموعة من أصحاب الخبرة والاختصاص، في مقدمتهم الدكتور عبدالله الرئيسي من الإمارات، وسامي أبو العينيد من قطر، وعمر سكالي من المغرب، وإدوارد حمود من أمريكا، وبطرس بطرس من فرنسا، ومبارك النعيمي من الإمارات، إلى جانب الأنسة لارا صوايا مديرة المهرجان. I think it's time to reflect on the past and to learn from our mistakes before our achievements. What we have seen in the past, tremendous efforts have been done. But I think it's time now to set up a strategic plan. It's a midterm, long-term plan for the future. And start thinking of that, this conference to be turned into a forum, because forum will encompass everyone. And also, it's not only about people coming here and talking and workshops, but also it will be a platform for the sponsors to show their products, for those who are in the horse racing business to come and show what they have, so we can learn from them also. أكد المتحدثون على القيمة الكبيرة لمثل هذه اللقاءات والندوات في تدعيم مسيرة سباقات الخيل للخيول العربية، فمثل هذه التجمعات تعد فرصة هامة لتبادل الخبرات والتشارك في الأفكار للخروج بأفضل الوصفات للنهوض بالخيل العربي. فقد اجتمع هنا أكثر من 600 شخص من أكثر من 80 دولة، حاملين معهم حصيلة خبراتهم وتراكمية تجاربهم وتقديمها لكل المعنيين بجوادنا العربي الأصيل. واجتمعت آراء الجميع على ضرورة خلق أبطال جدد لهذه الرياضة، ويتحقق هذا الأمر من خلال الذهاب إلى المدرسة والاستثمار في الجيل الجديد والعمل معهم مبكراً لضمان ديمومة خيلنا العربي وسباقاته.
EFAR, it works really hard. All these people in EFAR, the expertise, the technical people, the handicapper, they work really hard. We create a pattern race committee, and then all the races now all over the world for Arabians, they are ranking. They are either like listed or handicap or group races. And this is beautiful to see Arabian horses run in the international race card racing and also to run under ranking like as a group races. ولم يخفي المتحدثون امتعاضهم من التكلفة العالية لهذه الرياضة، موجهين رسالة مفادها بضرورة إعادة النظر فيها والدعم أكثر لمنتسبيها الجدد والعمل على التواجد أكثر على منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بهذه الرياضة واستقطاب الشباب للانخراط فيها وتعريفهم بالفرق بين الخيول العربية والخيول الهجينة والعمل على توسيع عدد السباقات لتوسيع قاعدة المشاركة وتشجيع الآخرين على الدخول في منافساتها، وإلا سوف نبقى متأخرين بهذا المجال. التوضيح، ما كان في حلبة سباق في مراكش قبل قدوم مهرجان الشيخ منصور بن زايد إلى مراكش؟ لا، كانوا سباقات بدون حلبات السباق، يعني بالمعايير الدولية. يعني كان واحد الأرض كانوا كيجريوا فيها الخيول في الماضي، ولكن باش نكونوا في المعايير الدولية كان خاصنا نبنيو واحد حلبة السباق اللي اليوم عندها كاع، تشوفوا إن شاء الله اليوم الغد عندها كاع المعايير الدولية جاهزة وكاينة في هذه الحلبة الجديدة. How the festival is growing, it doesn't mean that we have to get a country. It means that we need to add an asset on our portfolio. The most important thing is to get the real country that has value and can initiate positivity to obtain the Arabian horse or to support the Arabian horse. وأجمع المحاضرين على الدور الريادي والكبير لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد في دعم مسيرة الخيل العربي، واختيار المغرب لاستضافة نسخته الثامنة تعتبر جهود إضافية في مشاركة دول الاتحاد المغاربي وأفريقيا اهتمامه بالخيل العربي الأصيل وتشجيع هذه الدول لمزيد من الاهتمام بهذا الجواد الذي كان قبل 25 عاما لا يقبل مشاركته في السباقات. تقييمنا لهذا المؤتمر، طبعا هو مؤتمر حصل على الجودة العالمية وهي طبعا جائزة الآيزو، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر الآن حوالي 68 بلد مشارك في هذا المؤتمر العالمي. هذا مؤتمر فيه خبرات عالمية، فيه دول كثيرة تساهم وتساعد وتحاول، ولكن طبعا الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ولسمو الشيخ منصور بن زايد أن هيانا. طبعا أشكره الشكر الجزيل لدعمه الخيل العربية الأصيلة وسباقات الخيل العربية الأصيلة ومثل هذه المؤتمرات. أنا كنت ذكرت في البانل وأنا كنت جاهز بأن الآن أصبح هناك سهولة في التعامل مع كل الدول والحصول على المعلومات، وهذا المؤتمر أوجد هذه الآلية وأوجد هذا التعاون. مع ورشة العمل الختامية يعلن المؤتمر العالمي عن ختام جلساته الحوارية والتي استمرت لثلاثة أيام، ناقشت العديد من الجوانب والمواضيع التي تعنى بكل ما يتعلق بالخيل العربي. وفي الورشة التي أدارها ديريك تومسون في البداية وبمشاركة لارا صوايا التي استلمت إدارة الحوار مع الحضور والاستماع لأسئلتهم ومداخلاتهم التي لم يستطيعوا تقديمها أثناء جلسات الحوار لعدم وجود الوقت الكافي والإجابة عنها، وبمشاركة بعض أصحاب القرار والاختصاص من الحاضرين. أنا حابب أتكلم عن موضوع، بما أنه الميزة الكبيرة لمؤتمر سمو الشيخ منصور بن زايد هو تجاوزه للحدود وتجاوزه للقارات. وأنا كمربي الخيول وعاصرت يعني التربية أكثر من 20-25 سنة، المشكلة تكلمتوا عنها أنتوا هو جذب العالم يجوا على السباقات، وهذا شيء جميل. أنا بتصوري في عنا
مشكلة تانية وهي هامة نقدر نتجاوزها، هو إيجاد مهتمين جدد للخيول العربية الأصيلة. Stand up. I don't want hands. Stand up. Local bread. In every country we're going to implement this race. In France, yes. We will talk to you. We will have meetings with Holland, with Belgium, with everyone. Shu Sami, you are with it? Who is with it, guys? For local bread. In each country, one race only for non-given chance horses to run in that race. You are with it? Okay, we'll do it. Pat, the last race in Abu Dhabi will be non-runners. And Faisal. No, you didn't stand up, Faisal. I want the last race in Al Ain to be for non-runners. وهنا لابد من التأكيد على أن التشارك في رسم الأهداف والسعي لتحقيقها ومحاولة تقريب وجهات النظر للخروج بأهم التوصيات والحلول لتطوير الخيل العربي والارتقاء به وإعلاء شأنه وترويجه على مستوى العالم من أهم الأهداف التي يسعى مهرجان الشيخ منصور بن زايد إلى تحقيقها. دائما المدرب المميز يكون متواصل، لان مثل ما قال الشيخ حمدان الله يطول عمره الوصول للقمه سهل، يعني من المحافظة عليه صعب، وانت يعني اذا 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 تبغي تحافظ لازم تعرف ان وقتك قصير، موسم قصير، كيف تحافظ على خيلك. انا اعتقد اذا المدرب يحافظ على اقل مشاركات افضل نتائج، يعطي انطباع للمالك اللي بيبعث له خيل ان هذا مشاركاته قليل لكن يفوز. اين الخيل العربي؟ وين قليلة. قليله عند المدربين اللي مثل مصبح خيله قليله. نعم. دوغ واتسون خيل العربيه قليله لكن طلع له خيل قويه. علي الرايحي ايضا نفس الشيء، فما اقدر احكم عليه اقول له انت مثلا كذا، ما يتخيل كثيره. في مدربين ثانيين ارنس مش مواطن، لكن مدربين الاماراتيين اللي نعتبره يعني من المدربين اللي موجودين فينا عنده خيل اكثر. هلال عنده خيل اكثر، فلما اسوي ستاتستيك تعرف من الأفضل بدون ما كلهم منعم. طيب اخيرا اتمنى اسال انه اين فيصل الرحماني من خريطه المدربين اليوم من وجهه نظرك؟ بعد انا ما اقدر، يعني شوفي انا عندي يعني ك يعني مسؤوليات، انا مستشار مجلس ابو ظبي الرياضي. نعم. وماسك نادي العين. ثاني شيء عندي شركه خاصه من النظام، ما اقدر اسوي بعد انا تدريب ما تدريب، يعني راعي الشايتين عندنا يقول خوان. صحيح. ما تقدر تسوي يعني هذا الشيء، لكن ان شاء الله ان السنه الجايه يعني اجيب لي مدرب، انا ان شاء الله مسوي ترتيب اني اسوي مدرب في نادي العين، يعني نطلع بحله جديده وان شاء الله الله يوفقنا السنه الجايه.
ثاني جولات التاج الثلاثي، حيث يأتي أبطال كنتاكي لإثبات قوتهم وقدراتهم اللامحدودة. مضمار بيمليكو الأمريكي سيكون على موعد مع النسخة 142 من البريكنس ستاكس، حيث يتوشح البطل بالزهور الصفراء. سباق بريكنس ستاكس على قناة ياس. سباقات السرعة الفرنسية على قناة ياس. سباق باليو دي سينا الإيطالي على قناة ياس. مشاهدي برنامج حفوز على قناة ياس في اليوم الأخير من المؤتمر العالمي الثامن للخيول العربية الأصيلة. اليوم نلاقيكم من حلبة مراكش اللي افتتحها مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد لأول مرة تركض فيها خيول. أشياء كثير غريبة ومفاجآت كثيرة وعدتنا فيها لارا صوايا ونفذتها في هذا المؤتمر. كونوا معنا لمشاهدة أجواء هذا السباق تفصيل بتفصيل وزاوية بزاوية. مع وصولنا إلى اليوم الخامس يعلن رسمياً عن انتهاء المؤتمر العالمي وبنسخته الثامنة، والتي كانت مدينة مراكش المغربية حاضنته هذه المرة، ويودع جمهوره ومحبيه بجولات رائعة من التحدي والتشويق والإثارة جسدتها الأشواط الستة من سباقات الخيول العربية الأصيلة في ضيافة مضمار مراكش الذي يفتتح لأول مرة بالتزامن مع المؤتمر العالمي في يومه الختامي. فقد انطلق الشوط الأول ولمسافة 1200 متر، وجاءت المنافسة فيه قوية منذ البداية، واستطاع فيه الخيل كمالين من الفوز بجائزته مؤكدا الترشيحات التي صبت لصالحه منذ البداية. والله نحن كنا نتمنى أن يكون هذا المهرجان أن يكون له أكثر إيجابي من السنة اللي شفنا. هذه السنة صراحة في كثير من المجاملات في كثير من الأمور، وعدم يعني ما تعمقوا الناس في الأحداث اللي سارة عندنا خاصة في دولة الإمارات، أو الأحداث اللي سارة خارج دولة الإمارات، مثل المدربين، مثل الهانديكاب، مثل فترة السباقات. حاولنا نسأل لكن تفاجأنا بتسكير النطاق علينا في السؤال، عدم يعني تعميق في هذا السؤال، وعدم قابلية أو لجنة سباقات الخيل في دولة الإمارات لتمديد فترة السباق بحجة أنه في تكاليف عالية، وهذا غير صراحة بالنسبة لنا غير منطقي وغير مقبول.
ليش نحن نطالب بتمديد هذا؟ طالب لأن فترة السباقات هي تعتبر عندنا في دولة الإمارات من أقصر فترات في العالم في السباقات. طيب. فتكون الضغط شديد على الخيل وخاصة اللي عنده يعني خيل عدد كبير. تكلمنا نحن السنة اللي فاتت عن هذا الموضوع. أتذكر تكلمت معانا بعد. ولكن لين اليوم ما حصلنا إجابة. سألت هذا السؤال ما كان في إجابة، كانت الإجابة غير واضحة وغير مباشرة أنها في تكلفة إذا بعد شهر ثلاثة. طيب هل خيول قادرة أن تركض بعد شهر ثلاثة في الطقس اللي إحنا عندنا في الإمارات؟ نحن طويلة عمر لو لاحظت من أيام الشيخ زايد الله يرحمه كان عندنا السباقات في شهر خمسة وكانت مش موجود عندنا إضاءة ليلية. فاليوم عندك أنت إضاءة ليلية، سباقات تقوم في الليل عندك في ميدان نادي العين، في ميدان نادي أبوظبي، وفي دبي في ميدان. فهاي الفترات إذا مددناها الحين شهر واحد ما نطالب أكثر من شهر، هو اللي هو لين نهاية شهر أربعة تكون أريحية للخيل وممكن إن نطلع خيل أبطال وريتات عالية لنافس دول أخرى اللي هي شكك في قدرات الخيل في دورة الأمم. من المسؤول عن تغيير هذا الموعد عشان نوجه له الكلمة ونوجه له السؤال في هالموضوع؟ هيئة سباقات الإمارات للخيل. في أشياء ثانية حسيت إن أنت كنت حاب تطرحها وما انطرحت؟ والله هي شوف من ناحية خاصة من ناحية التدريب ومن ناحية البيطرة. البيطرة. البيطرة يعني البيطرة كان ما دخلوا في أعماق البيطرة أو مشاريع اللي هي تطوير الخيل مستقبليا، يعني ما شفنا أي طرح جديد في هذا المجال. راضين عن جلسة الإعلام؟ جلسة الإعلام والله هي ممتازة ونتمنى بس صراحة نتمنى من قناة ياس إنها ما تظلم خيل السباق فقط إنزين، وخاصة جوهرة الشيخ زايد اللي هي أكبر سباق في العالم إنزين، المفروض أن يكون هناك لقاءات مستمرة لمدة أسبوع قبل الرئيس، لقاءات مع أصحاب الخيل اللي تركض في هذا اليوم، لقاءات في التدريب الصباحي يكون موجود نفس اللي هو يقوم كأس العالم. نحن ما نبغى شيء غريب أو شيء جديد. ويأتي حاملا اسم الوثبة ستات فارم 1600 متر ولعمر 3 سنوات، رغم أن الترشيحات كانت لصالح الخيل أزيتا والخيل إنجيما الكويان إلا أن براون خالف كل التوقعات. أحصد جائزة هذا الشوط المنافسة القوية مع الجوات أزيتا. مستحيل اللحاق به، مستحيل اللحاق به بهذه الصورة. براون دو سولاري شو رأيك في المؤتمر الثامن للخيول العربية؟ والله نحن في البداية نشكر سمو الشيخ منصور بن زايد تاريخ أيام رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة على هذا المهرجان اللي دوم مستمر ودعمه إلا محدود لهذا المهرجان. أما فيما ما يخص بالسباق الصراحة أنها فرحة كبيرة للمدينة مراكش وشيء جديد أن نحن يعني شفناهم وعرفناهم وشجعنا معاهم، شفنا خيولهم وزرنا مزارعهم، وصراحة المهرجان روانا شيء جديد. يعني شو رأيك في مستوى الخيول العربية الموجودة في المغرب بما أنك زرت المزارع واليوم إحنا في السباق؟ والله أقول لك يعني شو بقول لك، يوم شفت مزارعهم عرفت مزرعتي. خلاص بتحولني؟ ممكن احولني لان صراحه خيولهم طيبه وسلالاتهم قويه والمهاره اللي عندهم صغار يعني يطلعونهم برا ويلعبون، وتشوف عندهم البنيه مالت الفلاوه كبار يعني مو بدنا يعني ماخذ المويه الكامل. يوم انت استفدت الحلبه قبل ما كانت مفتوحه، اهل الامارات فتحوها. نعم هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. هنا الانطلاقة. يتقدم الشوط الثالث مرصعا باسم الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان والمتدربين ولمسافة 1600 متر أيضا. وقد كانت الانطلاقة قوية ورغم أن الفرس جسيمة ظلت متقدمة لما بعد منتصف المسافة، ولكن الجواد زيان مامو استطاع قلب النتيجة في أمتار السباق الأخيرة ليحصل على لقب الشوط. جسمة تتراجع الآن وبالتالي أخوة أميرة بن جسمة بالفعل أوه.
أكيد العلاقة بين البلدين يعني وصلت حد من التعاون على مرور 40 سنة الأخيرة، لكن هذا مجال جديد، مجال الخيل وخاصة الخيل العربية، ونحن نشكر سمو الشيخ منصور بن زايد على اهتمامه بهذا وهذا البرنامج السنوي، مهرجان السنوي، وخاصة السنة فيه شوط خاص متميز لسمو الشيخة فاطمة أم الإمارات الله يعطيها الصحة والعافية. فإن شاء الله هذا رافد من روافد تقوية العلاقات بين البلدين. الخيول العربية كانت من زمن الشيخ زايد الله يرحمه، وانت عاصرت الشيخ زايد، شو تأثيرها في نفسك هذه الخيول، وخاصة الحين الشيخ منصور بن زايد قاعد يحاول ينشر هاي الثقافة حول العالم؟ والله من الستينات والسبعينات أنا يعني رافقت الشيخ زايد الله يرحمه، وكان يحاول يجمع الخيل العربية من أي بلد يذكروا، من مصر ومن سوريا ومن المغرب ومن أوروبا، في جيبها يجمعها في العين في منطقة المقام وفي أبوظبي في جزيرة أبوظبي، إلين جمع عدد كبير، وكنا نذهب معه كل عصرية يزور مرابط الخيل هذه ويتبع سلالاتها ومن أبوها ومن أمها ونوعيتها وحالتها الصحية، وكان الله يرحمها يعني إحدى اهتماماته الكبيرة. لها أثر خاص بعد عندك الخيول العربية ولا فقط لأن كونها كان يحبها الشيخ زايد الله يرحمه؟ طبعا بعد ذلك، بعد حب الشيخ زايد، اللي يحب الشيخ زايد إحنا نحبه. الخيل بالنسبة لي أنا كشاعر، الشعر هو فروسية، والخيل هي رمز، وما الخيل إلا صديق قليل وإن كثرت عين من لم يجرب، هذا كلام المتنبي وكلام الشعراء عن الخيل. والخيل في القرآن الله ذكرها، الخيل حيوان مقدس ومهم، واجب علينا أن احنا نرعاه ونهتم بسلالاته وخاصة الخيل العربية. أخيرا بكونك أنت حضرتك شاعر، ودنا نسمع شعر من عندك، محبينك كثار سواء في داخل المضمار أو خارجه، فأتمنى نسمع من عندك شعر، شعر حفوز وشعر ثاني. والله من كثر أنا عندي 90 ديوان عربي وفصيح، صعب علي أحفظهم، لكن على الحفوز قصيدة قبل 40 سنة مطلعها، لين مرت سيد الخفرات مرة أرتمش ويصيبني من حفوزي. هاي وحدة من لداد العزاي غناي، والمعاني كبير، والمحبة أصيلة في عيون الرجال. أما الشوط الرابع ولمسافة 1800 متر لخيول الأربع سنوات فما فوق، جاءت انطلاقته سريعة وقوية ومنافسة محتدمة بين الحصان هاني والخيل جميل هوزيا والجواد أمينيوس ليظفر باللقب الجواد أسور. سلامي على سلام دروش، سلام دروش، سلام دروش، هو بو 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 بو. هذه احتفالية وعرس كبير تعيشه مدينة مراكش، والمناسبة هي انعقاد هذا الملتقى والقمة عن الريادية الكبيرة في مجال الفروسية، وكذلك افتتاح هذه الحلبة الجميلة للفروسية بمدينة مراكش. وهذه التظاهرة الريادية هي تجسيد للعلاقات المغربية الإماراتية المتميزة، وكذلك للدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تشجيع لريادة الفرس. والمغرب كذلك يشهد تظاهرات من هذا النوع، لعل أهمها هو اللقاء السنوي للفرس بمدينة الجديدة. إذن هذا الملتقى الريادي
كما قلت هو تأكيد للعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية. بعد هذا الافتتاح الكبير اللي شفناه اليوم لحلبة مراكش، كيف تعتقد راح يكون مستقبل هذه الحلبة في المستقبل القريب يعني؟ نعم، هذه الحلبة هي قيمة مضافة للاستثمار السياحي بمدينة مراكش. فكما يعلم الجميع مدينة مراكش هي وجهة سياحية بامتياز، سواء بالنسبة للمغاربة أو للوافدين من خارج المملكة، وباعتبار أن مدينة مراكش لها بنية سياحية متقدمة من خلال مجموعة مهمة من الفنادق المصنفة ومن دور الضيافة، وكذلك بمناسبة التدشين المطار الجديد، مطار مراكش المدينة. فهذه البنيات ستساعد في استقبال الضيوف وكذلك المتنافسين، وبالتالي هذه البنية ستعطي قيمة مضافة لهذا الحلبة. الشوط الخامس والذي يحمل اسم الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات ولمسافة 1900 متر، ولن نستطع معرفة الفائز إلا في أمتاره الأخيرة، حيث خطف اللقب الخيل دجورمان من أمام الخيل براق والذي قدم أداء ولا أروع. تأتي بهذه القوة بزاف بزاف. النسخة الثامنة كانت أكثر من رائعة لأنه فعلا كانت أكبر من كل سنة، وبعدين كان في شفافية كتير كبيرة وما خفنا من الإجراءات اللي ممكن تصير بعدين، لأنه كم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد مثل ما عرفتي هلأ صار في سباقات بالشارجة بال2018، وأكيد ما بقى في شيء اسمه وثبستات فارم كاب، صار في وثبستاليانز. مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهي عن الخيول العربية الأصيلة بيمنع الليزكس تماما، سو ما رح يكون بقى في سباقات، ممنوع يشاركوا أي خيل بأمريكا بسباقات المهرجان وكأس الشيخ زايد بن سلطان النهيان بالتحديد بكل أمريكا. ممكن أول سباق بس لأنه يزبط، لأنه ما في غير شهرين تعطي نوتس للمدرب. اليوم أنت لازم تطلع من مبدأ معين أنه اليوم إذا في الليسكس ممنوع بالعالم، مهرجان سمو الشيخ منصور ما بيقبل أبدا أنه يمشي عكس التيار، لأنه في بلد من البلدان يلي هو أكبر بلد بياخد منا شريحة من السبونسورينج. سو الأمريكان هن كمان هلأ طالعين بخطة جديدة أنه يحاربوا الليسكس ونحن ساعدناهم. سو ما بقى في سباقات ممنوع خيل مع ليزكس انه يقدر يشارك. اما بالنسبه للفورم يلي اعلنا عنه سنه الجاي كون سنه كثير مهمه بالنسبه لنا، لانه هي 100 سنه لبابا زايد الله يرحمه. اليوم مهرجان سمو الشيخ منصور غير اسم المؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية وصار المنتدى للسباقات الخيول العربية. في سؤال متداول من الجميع، على أي أساس يتم اختيار الدولة اللي يقام فيها المؤتمر العالمي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد؟ مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد بنقي الدول حسب التوجه يلي شايفينه، الدول اللي محتاجة يلي هي عم تمشي صح. اليوم مثل ما جينا على المغرب كانوا كلهم قالوا راحوا على أفريقيا، كان في question mark انه انت وقتها تقلبي من منطقة كبيرة مثل ايطاليا وروما شو رح تعملي بالمغرب. اليوم ناموس لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد على وكل القنوات التلفزيون وكل شخص حضر المؤتمر العالمي لسباقة الخيول العربية، لانه كلنا طلعنا بنتيجة أحسن من اللي كنا المتوقعينه. شكرا جزيلا من فريق برنامج حفوز، نقدم لك الشكر على دعمك للمواهب الشابة. أنا تكلمت فيك في بداية المؤتمر، أنت ما كنتي موجودة، تدعمين دائما المواهب الرياضية والشابة والإعلامية في هذا المجال، فشكرا لك لارا صوايا. نحن منتشكركم، أنتوا الشباب، أنتوا المستقبل. اليوم الشباب لازم لهم صوت، منشان هيك انت مثل ما شفتي بالمؤتمر العالمي كان في واحدة من
النقط المهمين بالوركشوب انه الخيول الشابه يلي ما عطوها ابدا فرصه انها تركب ولا مره، اليوم الوسبا ستاليوم رح يكون عندها سبق بنادي ابو ظبي للفروسيه يلي هو الفاينل، وسبق بنادي العين، وسبق بنادي الشارجه، وهلا اي بلد اوروبا اللي بيكون متواجدين فيه نحن كسبق وسبا ستاليوم لازم الفرنسويه، اما اي بلد ثاني يقعد مع المدربين والبريدرز تبعولهم ويعرفوا شو محتاجاتهم بالنسبه لهذا الشوط بالذات، ونحن حندعمه. سيكون مقره العاصمة. ونصل الشوط الختامي، شوط المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولمسافة 1900 متر، واشترك في هذا الشوط 10 جياد، وفيها قدم الفرسان جولة رائعة وقوية من التحدي حتى لحظات السباق الأخيرة ليحصد جائزة الشوط الأخير الجواد سندلا. شوف دي كارير بو 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 سندلا. مرحب فيكم جمهورنا العزيز في اليوم الأخير من المؤتمر الثامن للخيول العربية الأصيلة، وفي اللقاء المعتاد اللقاء السنوي التقينا بمربي الخيول خالد النابودة وأكيد كل المدربين الإماراتيين قبل سنتين، ونجدد هذا اللقاء نشوف شو صار في المؤتمر الثامن، شو التجددات وشو اللي استفادوا من هذا المؤتمر. نرحب فيك معنا. أهلا وسهلا، وأنتوا دائما اللي توصلون صوتنا للمختصين، والحمد لله السنة هذا المؤتمر دائما نجني نحن ثماره، ونشكر سيدي سمو الشيخ منصور بأن كل التوصيات اللي كانت في المؤتمر في السنوات السابقة أقول لك 99% منها تلبت ويمكن زيادة. قبل ما نطلب الشيء، قبل ما نوصل لبلاد ينفذ لنا، وهذا فضل من رب العباد ونظرة سيادتهم لنا، والحمد لله هذا المؤتمر جدا جيد للمولدين، للمربين، للمدربين، لكل حد له صلة في الخيل، بسببه تقدر تتعرف على أهل الاختصاص على من كل دول العالم، وتقدر تختصر المسافة وتقلل من أخطائك باحتكاكك مع هذه الأشخاص المعروفين. بداية المؤتمر تكلمنا عن أو تكلموا الشباب، سمعت بغض النظر عن أنت تكلمت عن دعمك للمواهب الشابة في سباقات الخيل السريعة، وفي شركة معينة أنا ما فهمت فكرتها، إذا ممكن توضح لنا بشكل أكثر. إن شاء الله. أنا مثل ما تعرفين إحدى المدارس إحدى المزارع في دولة الإمارات الصغيرة، وحاس بالإخوان والمربين من شو التحديات اللي يمرون فيها في البدايات، لذلك كل معرفتي وخبرتي تحتمرهم عليهم، بس يرفعون السماعة ويسألون، والباقيين اللي ما شاء الله عليهم عارفين أتمنى لهم التوفيق. مثل ما تعرفين مزرعتي أنا عندي فحولة من فضل رب العباد، وموقفنها متاحة لكل إخواننا بدون أي مقابل. بالنسبة للشركة، هذه شركة فكرت فيها أنا، وأنا اللي اقترحته للمربين. عندنا بعض المربين يولدون خيل وعلى هدف أنه يبيع حصانه، بس ما يقدر يبيع حصانه بسبب يمكن الفترة هذه يكون السوق وضعه قليل، ما في طلب عليه. بدال ما يتحمل مصاريف زيادة ناخذ من عنده هذا الحصان ندخله في هذه الشركة، بس يكون يعني الحصان كامل المواصفات، يعني كتربية وكبنية وكسلالة. ندخله في هذه الشركة. نحن مجموعة من الشباب نقوم بالدفع المصاريف هذا الحصان باسم الشركة، كل واحد يكون له نسبة في هذه الشركة، وآخر الموسم نوزع بيننا الأرباح. في هذه الحالة راعي المزرعة أو المربي خف عليه ضغط المصاريف، وفي نفس الوقت في بعض الإخوان اللي عندهم التزامات في الحياة ويحبون الخيل أو موظفين ساعدهم بشكل أكثر، يدخلوا يانا في هذه السندكيت، مش لازم يكون عنده خيل، يدخلوا يانا في هذه السندكيت ويدفع مبلغ
مبلغ جدا بسيط، ويكون السندكيت فيها 4 خيول 5 خيول على حسب. المهم يستانس في الآخر، الخيل انك تتونس فيها. صحيح. مش صحي تحدي الريس بذات التحدي، بس هي الوناسة فيها والاختلاط والمعرفة. طيب شنو رأيكم بهذه الفكرة، أو كيف تقبلت انك تكون جزء من هذه الشركة؟ يومية المربي الصغير عنده التزامات خارجية في حياته، في أبنائه، في أمور الثانية، فيوم يفكر اني انا أدرب 5 أو 6 خيول إذا كان الملكي أنا الخاص ب40-50 ألف درهم، يوم أفكر أنا بهالشيء أشوفه وايد، يمكن تفوق حتى راتبي. نعم. لكن يوم أجي عند أستاذنا الكبير خالد أعطانا هذه الفكرة وطرحها، فكرنا فيها 7 خيول دربينها تكون ناتجها 2500 درهم في الشهر. يعني هذه يمكن أكل الخيل في الشهر الواحد، مش تدريبة أكله. أنا ودي أعرف رأي محمد. تفضل محمد. محمد خلينا نكون واقعين، أنت دخلت هالمكان أو هالشركة لأن خالد النابودة طرح الفكرة؟ بالنسبة للشركة كانت عندي فرس زي ركبت آخر الموسم، هالفرس إذا أنا فكرت فيها هالفرس إذا فكرت أني أدخلها زين، هاي بتكلفني طول الموسم من 30-40 ألف. نعم. أوكي، الفرس في آخر الموسم ركبت ريس واحد، الفرس طاحت وتعورت، يعني أنا في النهاية مش ربحان. لو نرجع نفكر في الموضوع، أنا كنت يعني لو أدربها يعني على حسابي الخاص بتكلفني تقريبا من 30-40 ألف، أما في يوم دخلت في السندكيت ما كلفتني غير مبلغ بسيط. عندكم مشكلة تبون تطرحونها ما انطرحت قبل؟ شيء. تفضل. أول شيء إحنا يعني أتكلم عن نفسي، أنا من هواة الخيل كخيل، وكنت في الماراثون والسيد خالد النابودة أعطانا فرصة إنه ندخل في مجال الفلات ريس في أقل التكلفة، وبنفس الوقت اللي ندخل نفهم موضوع الفلات ريس. فدخلنا في هاي الشركة والحمد لله يعني تعرفنا على يعني كسبنا معارف، كسبنا خبرة، كسبنا يعني معلومات ثمينة. نعم. وبالأخص في هذا المؤتمر. شو اللي طلعت من عندها السنة؟ هاي السنة صراحة نتائج جدا طيبة ومبشرة لكل الملاك والمربين الصغار قبل الكبار، كان الدعم يعني لا محدود، كان زادوا الأخت لارا وافقت على سباقين في نادي الشارجة. نعم. والله الحمد هذا إنجاز كبير ويعني ودفع قوي يعني، وأتوقع الموسم القادم يعني بيكون موسم جدا قوي. طيب بنسأل عن أهل الخرفكان، أنا عارف إن في حد الخرفكان هني تعرفونه؟ عبر المؤتمرات هذه أنا ما شاء الله يعني استفدت استفادة كبيرة في السلالات وغير مثل، كل يوم نجتمع ويا الأستاذ خالد وبعض المربين الكبار يعني نتعلم منهم. مثلا أنا عندي فرس أبغي مثلا أشبيها من فحل، شو يركب عليها؟ أقول للسلالة يقول لي مثلا الفحل فلاني، وما شاء الله يعني اللهم بارك عندهم في دولة الإمارات عندنا فحولة متاحة فري عند الشيخ يعني الشيخ حامد والشيخ منصور والأخ خالد وكل يعني المزارع الكبيرة ما شاء الله عندهم أفحل ممتازة. فما كنت أفقه أنا هذا الأمر، لكن عبر المؤتمرات هذه والسنين هذه اللي شاركت فيها في المؤتمر استفدت استفادة كبيرة، وأشكرهم وأشكركم وأشكر جميع اللي بادروا في هذه المؤتمرات الطيبة. حلو. بين المربين الصغار أو المربين اللي بعدهم ما وصلوا درجة الخبرة، من تعتقد اليوم ينافس يعني وتحس إنه بيطلع بيكون بمستوى قريب من، ما نقدر نقول خالد بس قريب من خالد، يعني إنه في بعدين بعد 10-15 سنة تشوف إن أنت في طاقة في مجتهد إنه بما فيه الكفاية إنه يصير هذا بهاي الدرجة من الاختصاصية من وجهة نظرك؟ طبعا في كثير مجتهدين يعني يحاولون يوصلون مثل ما تفضلتي اللي وصله أستاذنا خالد خليفة النابودة، إن إحنا مثل ما قال قبل في كل المؤتمرات يتكلم يقول ان التوريد في دولة الامارات يعني جدا صعب وفي معوقات كثيرة، والواحد يعني يتحدى نفسه ويتحدى الناس اللي في الخارج اللي هي تولد في فرنسا في بريطانيا في هاي الدول الاوروبية، فكل واحد يبذل جهده ويحاول يوصل يعني للي وصله الأستاذ خالد عن طريق يعني مثلا أنا
مولد خيل عربية في دولة الإمارات ومالك خيل عربية، ما ببدأ من الصفر، ببدأ من وين وصل مثل خالد النابوت اللي هو في القمة، هذا بوصل ببدأ وين هو وصل. نعم. من ناحية التغذية، العلف اللي يعطيه، من ناحية العشب اللي يستخدمه حق الخيل، طريقته في الخيل، السلالات اللي يعني اللي يستقطبها من خارج الدولة أو من الدول المجاورة، فعساس أن نحن نوصل أو نحاول نوصل يعني للمكان اللي وصله أستاذنا خالد خليفة النابوت. طيب، زرت المكانات اللي هني، المزارع، المكانات اللي تتواجد فيها الخيل العربي أو الخيول، يعني طلعتوا أكثر عن المغرب مستوى الخيول الموجودة هنا؟ بخصوص المزارع، نعم زرنا مزرعة وفيها خيول عربية وخيول عربية أصيلة، وفيها خيول بربرية وفيها خيول مهجنة بين العربي والبربري. شو الفرق بين شو الخيل البربري؟ أول مرة أسمع هذا. البربري هذا أعتقد مثل اللي هو مال جر العربات، أعتقد على حسب ما فهمنا نحن منهم، وقالوا لنا أن بعد الخيول هاي ممكنها تصلح للماراثون على كلامهم، يعني نحن شفنا الخيل كارتفاع كبنية كعظم ما شاء الله، يعني خيول ممتازة. شكرا جزيلا، انا استمتع بهذا اللقاء السنوي. ما اعرف اذا عندكم اي شيء او ملاحظه حابين تقولوها قبل ما نختم، ولا الامور طيبه؟ الامور طيبه، جزاك الله خير، يعطيكم الف عافيه، وتشرفنا بتواجدكم ويانا. شكرا. شكرا. بخير الحمد لله. خير؟ شنو هذه؟ قول لنا شنو هذه. هذا فوسيل، هذا فوسيل، هذا القرش، ديال القرش، من القرش يا حلي. يعطيك العافية، مع السلامة. بدون إصابات، الحمد لله. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حفوز الصيف في محطته الثانية مراكش، المؤتمر العالمي للخيول العربية بالتحديد. شكراً للمغرب على ضيافتها المزيانة، شكراً للملابس الجميلة، شكراً للأكل اللذيذ. فعلاً ثقافة جديدة انضافت إلى قاموس ثقافاتنا اللي ياخذنا إليها المؤتمر
في كل عام. السنة الجاية راح نكون معاكم في ذات المؤتمر بإذن الله بإسبانيا وبالتحديد في مدريد. أتمنى حفوز صيف كان على حسن ظنكم، ونقل لكم كل التفاصيل من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير. أما محطتنا الثانية فلله العلم وين راح نكون، لكن ما راح نقطع وياكم إن شاء الله، قريبا راح نكون على شاشة قناة ياس في هذا الصيف. كنت أنا معكم إسراء الشمري، تقبلوا مني فائق الود والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awesome day. Tomorrow we're gonna be good again. We'll be good again. بلادكم الثانية، ومرحبا بكم في مدينة مراكش. مرحبا بكم في بلادكم. So hard but it's worth it. Let's go and see what. Like the Sheikh Mohammed. Thank you so much from all my heart to Lara Sawaya. Jockeys wait 1 nutritional. لازم الصبح انتظر. Oh, GB, please. It will be very good because this is the first time in Marrakesh that we are having a race. And this is a new race track, so I'm very curious what will happen today. The race, yeah, it will be very interesting with my first race I will see, so I'm looking forward to it. اليوم تعرفنا على ناس واعرين اليوم، تبارك الله عليكم. Very good. Seriously? Ha ha ha!